عبر ودروس كثيرة. الدرس الأول حاولت أن أجمع مجموعة من الدروس وهي لا تكاد تنتهي فعلا. الله سبحانه وتعالى قال طبعا نحن في هذه الحلقات لسنا معنيين بالدرجة الأولى بتفسير الكلمات أو معاني المفردات، وإنما معنيين في التدبر بأخذ العبر والدروس كيف نستفيد من أنوار وهدايات هذه الآيات المباركة العظيمة. إذ ناداه ربه في القاعدة الأولى أو الفائدة الأولى استفدناها سابقا، كيف هي منزلة موسى عند الله وكيف هي قيمة موسى عند الله وكيف يحرك فينا هذا العاطفة الإيمانية لأن نتقرب أيضا إلى الله وتكون لنا منزلة عند الله وتكون بيننا وبين الله علاقة. موسى عليه السلام حافظ على علاقته مع الله ورأى أنها أعظم علاقة يمكن أن يقيمها مع أحد. فهل أيضا أنا وأنت ننطلق من هذا المنطلق؟ هل نرى أن علاقتنا مع الله هي أعظم علاقة وبالتالي ما يستلزم عمله منك الوصول إلى مرضات الله تقدمه على كل شيء ولو خالف الأهل والولد والأصحاب والزملاء والأصدقاء وفلان وعلان وهذا يزعل وهذا ما يعجبه وهذا يرضى وهذا يسخط؟ هل الله تقدم أم تقدم الناس؟ سواء كان في الإيمان نفسه وفي السير على طريق الله سبحانه وتعالى الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، أو في أي منهج من المناهج الذي ترى بأنه أيضا يزيد هذا الإيمان أو يقوي هذا الإيمان أو يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. المهم المطلوب أن تكون العلاقة مع الله مقدمة عن أي علاقة أخرى، وأن تكون صادقا مع الله متواضعا لله راغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى كما فعل موسى عليه السلام وفعل الأنبياء والمرسلون.